مرحبا، اليوم حفرجيكم مكياج حلو للمناسبات، وهو حيكون اي شادو لون بني. لنبلش، حنحط كونسيلر على الايليد. فيكن تستعملوا هاي الكونسيلر، حاخد هذا الفرشاية وحوزع. بعدين حاخد هذا الباليت من سماش باكس، لانه حنبلش بالاي شادوز لون نود. بدنا ناخد هذا اللون وتوزعوه فوق اتجاه الجفن. بعدين حناخد الأناستازيا مودرن رينيسانس باليت، وحناخد هذا اللون اسمه وورم تيبيدال، هذا اللون، وحتوزعوه بنفس المطرحة تقريبا. بعدين حناخد هذا اللون البني الغامق وحنوزعه على ركن الجفن. بعدين حناخد هذا الذهب وحنحطه بهذا المطرحة لنفتح العين. هلا وقت الماسكارا، عم بستعمل ماسكارا من ميبلين واسمه تمتيشن، لون اسود. للحواجب عم بستعمل هذا من بنفيت، هو مثل الكيت، هذا لون 5. وعستعمل هيك فرشيه لوزع البرودكت على الحواجب. هلا وقت القرموش، ما بعرف هني من وين، بس ايه هيك ببينوا. والفاونديشن عم نستعمل الميلاني. حلو هذا الفاونديشن لانه عنده فول كفرج وكونسيلر كفرج نفس الوقت، بس الالوان ما بيلبقوا لي كتير. هلا وقت الكونتور، حاخد هذا الستيك من ألتا وهذا الكونسيلر من ألف، نفس الكونسيلر استعملته من قبل شوي. وبدنا نوزع الكونسيلر بهدول المطارح تحت العين على المنخار، كمان هون وهون، وعملوا له بلندينج. هلا بدنا نحط فاونديشن باودر فوق الوجه. انا بحب هذا الفاونديشن من ميبلين، بغطي الامبرفكشنز بالنسبه لي. هذا
هذا أحلى بيكنج باودر مجربيته بحياتي، بفتح وين بتحطي أنا بستعمله تحت العين وبداين، يعني بيقعد على الوجه تقريبا كل اليوم، وهو رخيص يعني حقه 5 دولار وبس. البلاش هذا من أناستازيا اسمه بول بايري، عنده هدول الألوان، كل الألوان حلوين، بس هذا أحلى واحد نسبة إلي، بيلبق لي كتير، وهنوزع بهذا المطرحة على خد. هلأ بدي أحط أشادو تحت العين، بدي أخذ الأربن ديكي باليت اسمه جيري، عنده هيك ألوان اللون الزهر، وبدنا نوزعها تحت العين. هذا اللون فرجيتكم من قبل شوي، ليكل فرق يفتح العين أكتر. وما تنسوا تحطوا ماسكارا تحت العين، هذا الطريقة حيفتح العين أكثر، بس هذا آخر ستيب. نفس الماسكارا استعملته من قبل شوي، كل حمرة زبط. Thank you guys for watching. Bye.